توكلنا على الله وهو المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن ننسى أبدا، لن ننسى أبدا، والتاريخ سيسجل الشرفاء والشريفات العفيفات أصحاب الأيادي النظيفة. فعلا الأحرار والحرائر الذين قدموا يد العون والمساعدة والمساندة فقط إخلاصا لوجه الله وإيمانا منهم بأن هؤلاء الشيوخ قدماء المحاربين، قدماء المعلمين القدامى، توظيفات الستينات والسبعينات والثمانينات، فعلا فعلا قدموا منتوجا تربويا متميزا، وقدموا خدمة جليلة للمدرسة العمومية، وبنوا المنظومة التعليمية التربوية، وبنوا الركائز الأولى للمدرسة العمومية منذ فجر الاستقلال، وأعطوا بدون مقابل، أعطوا بدون مقابل، كما كانوا حطب تدفئة لجميع الأحزاب وجميع النقابات وبدون استثناء. هذه شهادة يعترف بها الجميع، وهؤلاء الشرفاء والشريفات يعني تضامنوا مع شيوخهم من أجل تقديم ولو جزء، والاعتراف ولو بجزء بسيط من هذه الخدمات الجليلة التي قدموها للجميع، للوطن، للأحزاب، لجميع الأجيال التي هي الآن تسير مقاليد الأمور وتتبوأ مناصب عليا، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. فعيب وعار أن يتم التنكر لهؤلاء الشيوخ عندما طعنوا في السن، عندما هرموا، عندما اعتلت أجسادهم النحيلة جميع أنواع الأمراض مزمنة ومستعصية. ومنهم من قضى أكثر من 43 سنة، 43 سنة، 42 سنة.
42 سنة ديال العمل المتواصل المضني بحس وطني عالي، وتقاعد بالسلم الثامن أو السلم التاسع وبمعاش لا يصل حتى إلى 2700 درهم، 3000 درهم، 2500 درهم، 2000 درهم معاش شهري. والأرمى عندما يتوفى زوجها رحمه الله 1250 درهم شهريا في القرن 21، لا تكفيهم حتى للمصاريف ديال العلاج الشهرية. فيجب الالتفات هذه الشريحة هي الأولى، خصوصا أن الأغلبية ديالهم تقاعد ابتداء من 2003، أغلبية ديالهم عندهم 78 76 80 سنة وعندهم عزة نفس، ودائما يحنون إلى وضعهم الاعتباري المتميز في المجتمع في السبعينات وفي الستينات. فواجبنا جميعا أن نقف إلى جانب هؤلاء الشيوخ وأن نبعد الأنانية المفرطة وأن نتخلص منها ولو يعني جزئيا من أجل إعطاء الأولوية لهؤلاء الشيوخ، هؤلاء الشيوخ الذين تقاعدوا منذ 2003، لأن هذا الملف اللي غيب الحقوق هو الأنانية المفرطة للذين كانوا يعني بالنسبة إليهم يمثلون الضحايا. وإحنا عارفين كيف تم اختيارهم، كيف تم وضعهم، كيف تم يعني الالتفاف حول هذا الملف وحله بالطريقة اللي تم تنزيلها وتفعيلها بالمرسوم الجائر الجباني للتفييء التمييزي بامتياز الإقصائي يجوز 19504. فلن نسمح بهذه مرة أخرى، لن نسمح بها. وأرجو وأوجه كلامي رأسا إلى السيد الوزير المحترم الوزير العالي السيد شكيب بن موسى أن يسهر بنفسه على معالجة ودراسة هذا الملف دراسة تقنية وموضوعاتيا وبتأني، حتى يكون منصفا وعادلا، وإعطاء الأولوية والأسبقية للملفات ذات الأولوية، وليس هناك ملف ذو أولوية ولا أسبقية من هذا الملف، الملف الذي تركه سلفكم أستاذي الفاضل، سلفكم الأستاذ أمزاز السعيد، عندما تبين وتوصل وتبين وتوصل إلى الحقيقة وإلى المعلومة الحقيقية التي تم إخفاؤها عنه عن قصد، وهم 10200 متقاعد ومتقاعدة جميع الأفواج من 2003 إلى ما تم 2011، الذين تقاعدوا تصاعديا من 2003 إلى ما تم 2011، 10200 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمه الله. فلولا المخلصون المخلصين والمخلصات الأحرار والحرائر ما كان هذا الملف ليرى النور. قد تم إقراره وطمسه ودفنه بالحياة.
حتى يقوم بطي هذا الملف وإخفاء معالمها والتخلص من 10,200 متقاعد ومتقاعدة رغم أحقيتهم وأسبقيتهم، بل من فيهم هناك فئة منهية مترقية ولوائح صادرة بالترقي بالمادة 112 بترقية استثنائية أفواج 2003 4 5 طبقوا فيهم الكوطة بحجة السيولة المالية التي لا تلغي الحق في الترقي، وقاموا بترقية توابع التوابع الذين كانوا هم السارقون ديال الاعتمادات المالية ديال هاد اللي تم حرمانهم وتطبيق الكوطة في حقهم أفواج 2003 2004 2005 2006. سرقوا منهم الترقية 2012 2013 2014 ب6 سنوات يقومون بترقيتهم خارج القانون، خارج القانون اللي كانوا يشهرونه أن الترقية من حق المزاول وليست من حق المتقاعد، خارج القانون اللي كانوا طبقوه السيك بن كيران الذي طبقه ابتداء من 1/1/2012 وهو بإلغاء الترقية بأثر الرجعي. في الوقت الترقية بأثر الرجعي لم يكن يفصلها بينه وبين سالف عباس الفاسي إلا سنة واحدة أو أقل. في الحوار اجتماع ديال 26 أبريل تمت ترقية المتقاعدين بأثر رجعي، 3000 متقاعد أساتذة الإعداد الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين رغم أنهم لم يكونوا مستوفين للشروط قبل حذفهم من الأسلاك وقبل حالهم على التقاعد إلى آخره. أعطوهم يوم قبل وأعطوهم آن بونيس وأعطوهم فورفي وأعطوهم سنوات تمكنهم من الترقي وجنبوهم الحصيص السنوي، هذاك الحصيص السنوي الكوطة اللعينة التي قاموا بترسيمها في النظام الأساسي ديال 2003 من أجل التحكم في الاعتماد المالي السنوي الخاص بالترقية لأنهم فتحوا باب الترقي إلى السلم الـ11 كامتياز باش يتحكموا في هذيك الاعتماد المالي اللي هما أصلا غادي يستحوذوا عليه، لأن ترقية واحد من السلم الـ10 للسلم الـ11 تدي لينا احنا 4 ديال المناصب المالية بالنسبة اللي غيترقى من 9 إلى 10. ورغم أنهم وضعوا مادة 112 من أجل الترقية ديال 6 سنوات وضعوا في المقابل ديالها بجنبها ملاصقا لها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 199 مقتضيات المادة 99، يعني يسري عليهم الحصيص السنوي. ووقفوا في 2003 2004 2005 قاموا باحتساب بالعمل بآلية واحدة وهي الترقية بالاختيار، وأوقفوا الترقية بامتحان الكفاءة المهنية. هذاك الشيء علاش كانوا يطالبوا بترقية استثنائية من 2003 2004 2005 في العلن، يطالبون بترقية استثنائية تحت الطاولة دائما ما خفي كان أعظم. إذا في الوقت اللي كانوا يعني المتقاعدين الذين استفادوا من المادة 112 ترقية استثنائية اللوائح ديالهم صادرة قبل الإحالة ديالهم على التقاعد يقومون بإخفاء اللوائح ديالهم رغم أنهم كانوا معنيين لأنهم توفروا فيهم الشرط الذي على أساسه تم الاعتراف بهذه المنظومية، توظفوا بالسلم 7 وبالسلم 8 تم إحصاؤهم من 1972 إلى غاية 1986. كل هذه الأشياء
ورغم توفر الشروط كاملة قاموا بإغفالهم وإقسائهم وإقبارهم وإبعادهم واستثنائهم. وجابوا وحدين 127 اللي كانوا شيطين ملقوفين يديروهم، هي الأساتذة الإعدادي 127، ومنحوهم سنوات اعتبارية ورقوهم بأثر رجعي من 2006، اللي تقاعدوا من 2006 إلى غاية 2010. في الوقت احنا وقفوا يعني الترقية من 1/1/2012. دن بزاف شلة ما يتقال واللسان تقال كما تيقول. إذن بالمجهودات ديال الشرفاء والشريفات باش تم الاعتراف ب10,200 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمه الله. السيد الوزير كان منصفا فعلا، السيد الوزير السابق السيد أمزازي، أنه بسطنا لي الحقيقة كما هي وعرف جميع الحيثيات والمعطيات ديال هذا الملف وما كان قد تم التستر عليه وإخفاؤه، واقتنع فعلا أن هذا الملف هو ديال الأولوية وهو ملف مخالف وهو ملف يتضمن وضعيات إدارية مختلفة، يعني لأن فيهم من تقاعد بالتاسع وفيهم من تقاعد بالثامن وفيهم من تقاعد بالعشر، 10,200 متقاعد ومتقاعدة من فيهم متوفون رحمهم الله. جميع الأفواج اللي تقاعدوا من 2003 إلى ما تم 2011، وهما فعلا اللي ما استفدوش من المادة 112 و115 السنوات الاعتبارية، وهما اللي عندهم الأسبقية، لأن شكون اللي عنده الأسبقية هو اللي باقي ما استفد لا من المادة 115 لا من المادة 112، رغم أن هذه المادة 112 و115 كان هذوك الافواج من 2003 2004 2005 هما الاولين كان خصهم يستافدوا، ورحنا عرفنا كيفاش يعني قاموا يعني بحل ملفات عديده بهذه الماده 115 السنوات الاعتباريه حتى وصلت الى مكرر 9 مرات في هذا المرسوم ديال جوج 19504. ناهيك عن أفواج 2012 2013 اللي تخرجوا بالسلم التاسع وجابوا لي 4600 وحطوهم لي قدام وقال لي هادشي اللي بقى من السلم التاسع، حتى أنه من بعد سمع الحقيقة وليد يقول لهم أنا أستغرب أن شي واحد باقي يهضروا على السلم التاسع، رغم أن ما كانش عندهم أسبقية، لا أنا باقي حديثي التوظيف أصلا، يلا توظفوا في 2013 عنده 6 سنين يدوز، واحد عنده 37 سنة ديال العمل وتقاعد بالسلم التاسع. إذا نكتفي بهذا القدر ونشوفكم غدا إن شاء الله، ونحييكم تحية الرجال الشرفاء الشريفات فعلا الذين يعني يدافعون عن كل المظلومين والمكبونين والمستضعفين في الأرض، فنحن إلى جانبهم ولن نتخلى عنهم حتى ينصفوا الكل. أما توابع وأنصاف الأنصاف فلن نجا نضع سنكون سدا منيعا من أجل يعني الوقوف أمام أي واحد تخول له نفسه أن يشوش عن الحل ديال الملف وأن يقصي ولو ضحية واحدة. وحتى غادي نقول لكم كيفاش تم يعني بلورة هذاك اللي بداو تيخرجوا الآن من جحورهم كالجردان، وقلت لكم شهر 6 غادي يمشوا من بعد دابا غادي يبداو يخرجوا وهم أنصاف أميين، لأن المظلومية خاص يدافع عليها شي واحد اللي يكون عنده الكاريزما ديال الدفاع، اللي يكون عنده باجاج قانوني وتشريعي
ماشي اللي ما تعرف يكتب تسميته، ما يعرف يريد يجي حتى اون ليتر ادمينستراتيف او اميكال، ما عرفت لي بروسيدور ديالك فيه باش تكون هنايا وتدافع الحقوق ديالك. تدافع خاصك تكون فيجيلون، تكون بيانفيون، وتكون كونفيون، وتكون تعرف كومون جيري لي شوز، ماشي لي زينيور. مع احتراماتي للرجال والنساء الأحرار والحرائر، لكن كاينين شي وحدين يستحقون الكلام القاسح، ولكن هما كاش تنحترمكم، هما كاش تنحترم الرجال والنساء اللي تنحترمهم فعلا أحرار الحرائر، كان غيكون لي كلام حر معاهم. وتحية نضالية، صبحوا على خير، هذا تغدى اللوحة ما كاين حتى شي مشكل. يلا تبارك الله عليك.